كرة اتحادية خطيرة المرفوعة على باب المرمى، خطيرة لطه يحاول السيطرة عليها وتبقى الكرة داخل الملعب، والهدف الخامس للاتحاد. طه دياب والهدف الخامس للاتحاد، والآهات الحلبية تعود والفرحة الاتحادية تعود، والاتحاد في يوم ليس ككل الأيام، 5 أهداف مقابل شيء، 5 أهداف للاتحاد، يسجل اليوم أكبر نتيجة له في هذا الموسم. التدخل كان من طه دياب في المرة الأولى والثانية والثالثة، ويأتي بالكرة قبل أن تخرج بعد أن توقف الحارس شاكر. شاهد مرة جديدة الكرة التي بقيت بحوز طه دياب، راوغ وسدد وتابع الكرة في الشبكة، هدفا خامسا في الدقيقة 34 من شوط المباراة الثاني. هذا يوم الأهداف في الدوري السوري، خماسية للنواعي.